لكن في النهاية أنت كإنسان مسيحي عايز تعرف الله وتقرب من الله، أنت لازم تتعب شوية في التعامل مع الكتاب المقدس، تقرب من كلمة الله، تتغلب على العوائق دي. فأنا موافق إن في عوائق لكن لا نستسلم ليها يعني. طيب حضرتك وضحت لنا ان في كتاب كتير كتبوا الكتاب المقدس وباشكال مختلفه، فهل في اشكال مختلفه ايضا لقراءه ودراسه الكتاب المقدس؟ بالطبع يعني تختلف القراءة والدراسة باختلاف نوع الأسلوب اللي مكتوب جوه الكتاب المقدس. يمكن تستغربي، طب مش هو كلام الله وهو الروح القدس هو اللي أشرف على الكتابة وكتب الكتاب المقدس؟ خلاص يتقري بطريقة واحدة، يتفهم بطريقة واحدة، يعني ده المنطق الطبيعي. لكن لا، الأمر مش كده يعني. حتى في حياتنا العملية اليومية الأمر مش كده يعني. أنت مش كل كلام مكتوب بتقريه بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. يعني الجريدة اليومية بتتعاملي معاها بطريقة مختلفة عن أي كتاب علم، عن أي كتاب شعر. صح. يعني الواحد بيمسك الجريدة اليومية يمكن كبيره بيتصفح مثلا العناوين الرئيسية وبعض المقالات اللي بص على بعض التفصيلات فيها ويتعامل معاها بالعين يعني. لكن لما أكون أنا مثلا طبيب اللي بتصفح الصبح الجريدة اليومية وأخش العيادة بتاعتي وبحضر وبطلع على أحدث بحث بقرأه بدقة شديدة جدا وأتعامل معاه بتركيز وأخد الكلام اللي فيه كلام علم، لما بروح بيتي بالليل وأحب أقعد كده أسترخي وأقرأ كتاب شعر، أي ما بفهمش كتاب الشعر زي ما بفهم كتاب العلم اللي قريته في العيادة، وما بفهموش بنفس الطريقة اللي بفهم بالجريدة. فكتاب الشعر أنا متخيل فيه مجاز، فيه بلاغة، فيه خيال، فما باخدش الكلام على علته يعني. يعني لما يجي واحد بيقابل حبيبته بيقول لك انا كنت طاير وشجره وعصفوره، هو مش هو اللي هو تحول عصفوره ولا تحول شجره، لكن هو تشبيه جميل في بلاغه عن يعبر ان ازاي البني ادم تحول الى طير وهو بيقابل حبيبته. لكن ما بنقولش البني ادم، مقوله علميه بتقول بعد ما قرينا كتاب الشعر ان كل واحد بيقابل حبيبته يتحول يبقى عصفوره، ما ينفعش نعمل كده. لكن نقدر نعمل واحد زائد واحد يساوي اتنين في كتاب علم. أي. طب لما نعرف ان الكتاب المقدس كتب بانواع كتابات مختلفه، يعني زي ما قلت لحضرتك في كتب تاريخ، في شعر، في رسائل، في اناجيل، فانت عايز تقرا الكتاب المقدس لازم استخدم بس تعبير صعب شويه، نحترم الطريقه اللي اتكتب بيها الجزء ده في الكتاب المقدس. يعني لو الكاتب كتب بطريقه شعر يبقى لازم افهم بشعر، يعني اكون مستقبل لده، مستقبل للشعر، انه الشعر يعني ايه الشعر، في بلاغه، في بلاغه، في مجاز، في مجاز، وفي اجزاء كتير في الكتاب المقدس في المكتوبه بالشعر تبان قوي انها بلاغه. يعني مثلا لما بيتكلم الله طأطأ السماوات ونزل، هف على اجنحه الريح، صعد دخان من انفه، ده الكلام ده في مزمور، صور جمالية. في مزمور 18 عن الله. هل الله دخن؟ حاشا، ما نقدرش نقول كده. لكن هي صورة تعبيرية عن كيف الله يتدخل لإنقاذ الإنسان.